أزول في اللون. جانيت جاكسون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو أن النجمة جانيت جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً تتحدى التقدم في السن، فقد استعرضت قوامها الرشيق ووجهها الذي بدا شاباً في حفلة تلت استعراضها الموسيقي في LA الأحد الماضي. واختارت جانيت اللون الأسود مؤلفاً من تنورة سوداء وبلوزة نسقتها معها نصف شفافة كشفت عن كتفيها، وتميزت بحزام أسود عريض عند الخصر، فأظهرت ملابسها رشاقتها التي استعادتها بشكل ملحوظ. كما ارتسمت البسمة على شفتيها واختارت مكياجا قويا مع رفع شعرها وترك خصلاته الطويلة تتدلى على كتفيها، كما بدت مرتاحة بعد طلاقها من وسام المانع. شكرا على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.